بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ وحشتوني طبعا، يعني أنا آسف طبعا للتأخير اللي هو لظروف خاصة ولظروف التعب. والله كان صوتي مش طالع خالص، ولحد دلوقتي يعني والله ربنا اللي عالم. يعني المهم إن احنا كنا خلصنا النظريات بتاعة الأسيد بيز، وعرفنا إزاي بنعمل البي اتش، بنحدد البي اتش، وعرفنا ازاي نعرف الاسيد ونعرف البيز والتايتريشن كيرف والليله دي كلها. ازاي بقى انا كدكتور او كراجل شغال في شركه او مصنع تصنيع الادويه، يعني هستخدم الاسيد بيز بقى او النظريات دي في الابليكيشن؟ يعني جاي لي ماده معينه يقول لي يعرف لي التركيز بتاعها، انا عارف ان الماده دي بتتحلل بالاسيد بيز. طيب يعني النظريات دي بقى هطبقها ازاي؟ يعني النظريات دي انا هطبقها ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهارده في المحاضره دي باذن الله، اللي هنشرح فيها الايه الابليكيشن بتاع الاسيد بيز تايتريشن. مبدئيا كده الجزء ده يعني يعتبر اكتر جزء في المنهج كله، او المحاضره دي والمحاضره الجايه اكتر جزء محتاج فهم، فهم ثم فهم ثم فهم. مفيش حاجه تتحفظ، يعني في حاجات معينه كده هتبقى بسيطه ان هي تتحفظ، لكن الجزء عامه كله فهم. تمام. حاجة برضو لازم تحطها في دماغك، انا دلوقتي الابليكيشن بتعتمد على سامبل وتايترنت وانديكيتور، سامبل وتايترنت وانديكيتور. السامبل اسيد يبقى التايترنت بيز، السامبل بيز يبقى التايترنت اسيد. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، انا ما ينفعش او مش ما ينفعش يعني مش مستحب ان انا استخدم تايترنت يكون ويك. التايترنت الويك ده هيتعبني في الشغل بتاعي، وهيتعبني في البي اتش والليله دي كلها. لا، المعظم المستخدم في الاسيد بيس تايتريشن في الابلكيشن بالذات بيكون سترونج، سواء سترونج اسيد او سترونج بيس، ده بالنسبه للتايترنت. لكن السامبل بتاعتي عادي ممكن تكون ويك اسيد، ويك بيز، اي حاجه. حلو. دي اللي ايه الحاجه اللي عايزك تعرفها في الاول. طيب انا دلوقتي يا دكتور، انا اشتغلت في المعمل، وطبعا المعظم عندكم في المعمل دلوقتي طلبوا مني ان انا انزل السكاشن. يا دكاتره السكاشن والله انا ممكن، انا ما عنديش مشكله انزلها لك، بس انا ما ينفعش انزل لك سكشن مثلا بتاع الكربونيت والبايكربونيت اللي انتوا خدتوه في المعمل، او البوريك بوركس الحاجات دي، وانت ما خدتش ابلكيشن. هتتسوح. يعني هنزل لك اقول لك الفينيلكسلين بيعين نص الكربونيت، المثال اورنج بيعين كله. طب انا فاهم ايه؟ انا مش فاهم حاجه. يعني انا يعني ايه بيعين النص وايه بيعين الكل، واطرح الاثنين من بعض واضرب في اثنين والليله دي كلها؟ ما انت مش هتفهم، عمرك ما هتفهم الا لما تدرس الابليكيشن. حلو. فانا ممكن انزلها بقى دلوقتي، يعني الناس خلاص يعتبر ايه ذاكرت المحاضره دي ولحد ما الدنيا وضحت شويه، فانا ممكن انزل السكشن بقى دلوقتي. طيب انت دلوقتي يا دكتور جالك ماده واشتغلت عليها التجربه بتاعتك وطلعت الاند بوينت، انت كده جبت التركيز؟ لا، انت كده ما جبتش اي تركيز، انت كده مجرد اشتغلت وطلعت الايه الاند بوينت بالملي ليتر. هجيب الاند بوينت ازاي؟ قال لك من قانون هتستخدمه بقى في الليله دي كلها في اي حاجه، في اسيد بيز، برسبتيشن، كومبلكسيشن، ريدوكس، اي حاجه من الحاجات دي كلها. بقول لك كونسنتريشن بالجرام على اللتر، الوحده مهمه على فكره، يعني ده هتفيدنا في العملي اكتر من النظري، يعني الحته دي كده مش مهمه معايا في النظري. الكونسنتريشن بالجرام على اللتر، جرام لكل لتر، يعني ده تركيز. التركيز بايه؟ التركيز بالجرام على اللتر. طيب بجيبه من القانون ايه يا دكتور؟ في اختصار كده معين بتعرفه اللي هو الايف، اي اف اف، اند بوينت في اف كابيتال في اف سمول في الف. الاند بوينت دي اللي انت بتطلعها، سواء بقى 10 20 30 اي رقم انت هتطلعه، تضربه في الاف اللي هو الايكويفالنت فاكتور. هعرفك هو ايه دلوقتي. في الاف سمول اللي هو الكوركشن فاكتور، اللي هو معامل تصحيح الخطا، ده بيقرب الاند بوينت شويه من الايه من الصح، او بيديك التركيز الصح شويه. في الف طبعا عشان احول الجرامات، على الفوليوم بتاع السامبل اللي انت بادئ بيه، اللي هو بالايه مثلا بادئ حاطط مثلا سامبل 10 مللي سامبل بالمصه، فانت بتقسم على ايه على 10. طيب ايه حكايه الايكويفالنت فاكتور ده؟ قال لك الايكويفالنت فاكتور ده انا بجيب عدد جرامات، ركز بقى، عدد الجرامات من السامبل، من السامبل اللي اتفاعلت مع 1 مللي من التايترات. يعني ايه؟
يعني انا المتعارف عليه ان انا مثلا عارف ان 1 مللي من التايترنت هيتفاعل مع 1 مللي من السامبل زي ما خدنا في التايتريشن كيرف. لا انا بشتغل على التركيز بقى، عايز اشوف لو نزلت بواحد مللي، لو نزلت بواحد مللي من التايترنت بتاعي هيعادل كام جرام، كام جرام، لان انا بجيب تركيز، بجيب وزنه، بجيب تركيز يعني جرام على الملي، انا بجيب الجرام لكل واحد مللي، فاهمني؟ طيب كام جرام من السامبل بتاعتي يعني حصل لها تعادل او اتفاعلت مع 1 مللي من التايتر. طيب ليها قانون بقى، والقانون ده يعني يا ريت تحفظوه، يا ريت تحفظوه، ده في بالنسبه للاسيد بيز. بجيب المولكولار ويت بتاع السامبل حلو، واضربها في النورماليتي او التركيز بتاع التايترنت، سواء بواحد من 10 مولر، 1 مولر، 2 من 10 مولر، بس بيبقى نورماليتي، نورمال يبقى نورمال يعني 1 من 10 نورمال، 1 نورمال مش مولر، على النمبر اوف رياكتنج هيدروجين او هيدروكسيد. يعني ايه النمبر اوف رياكتنج هيدروجين او هيدروكسيد؟ ما هي يا اما هيدروجين يا اما هيدروكسيد، حدد بقى انت اللي انت عايزه ازاي. يعني انا مثلا عندي اتش سي ال اتفاعل مع ان او اتش، كده كام اتش اتفاعلت؟ واحده. وكام او اتش اتفاعلت؟ واحده. يبقى هنا هحط هنا رقم 1. طيب نفترض انا مثلا نفترض انا مثلا عندي H2SO4، H2SO4 بعمله تيتريشن مثلا بصوديوم هيدروكسيد، طبيعي هيتفاعل 2 منه، 2 هيدروجين مع 2 هيدروكسيد، يبقى النمبر اوف هيدروجين او هيدروكسيد بحدده على حسب الايه، المتفاعل من التايترنت او من السامبل بتاعتي، مش هتفرق لان الاثنين يعتبر واحد، واضرب في ايه، واضرب في الف. طيب من القانون اللي قدامك ده بقى ماشي، عايزك تركز في حاجه، الاند بوينت، الاند بوينت يعتبر ده انت اللي انت بتطلعها، والايكويفالنت فاكتور ده برضه متغير على حسب السامبل، على حسب السامبل بتاعتي والنورماليتي والليله دي كلها. الكوركشن فاكتور ثابت، الالف ثابت، الفوليوم بتاع السامبل يعتبر ثابت ماشي، عشان لما هنيجي ورا في مساله معينه كده او في ابلكيشن معين هثبت لك حاجات معينه واقول لك ايه اللي بيتغير، هثبت لك حاجات معينه وايه، واقول لك ايه اللي بيتغير. يعني هنا ركز لي قوي 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 على الايكوفالنت فاكتور والاند بوينت اللي من خلالهم اغير التركيز، اللي من خلالهم اغير الايه، التركيز. طيب تعالوا نبدا بقى في الابلكيشن بالراحه كده. احنا عندنا تقريبا 5 انواع من الابلكيشنز، 5 فروع كبار يعني، هندرسهم ان شاء الله على محاضرتين، والمحاضره اللي جايه هندرس حاجه اسمها نون اكوس تايتريشن. نون اكوس تايتريشن اللي هو الايه، المعايره في وسط لا مائي، تمام، وهنفهمها كويس ان شاء الله. عندي دايركت تايتريشن، احنا نبدا الاول ده الاكوس، كل ده اكوس يعني الوسط مائي، الوسط ايه، ميه، يعني بجيب السامبل بتاعتي وزنه معينه منها وادبها في ميه واخد منها مثلا 10 مللي، التايترنت بتاعي لازم يكون برضه في الميه، تمام. عندي دايركت تايتريشن مباشر، اما استخدم وان انديكيتور تايتريشن او دبل انديكيتور تايتريشن وهنفهم يعني ايه. عندي تايتريشن اوف ايزلي هيدرولايزابل سولت، يعني الاملاح اللي بتتحلل بسهوله او بيحصل لها هيدروليسيس بسهوله، دي بسميها ديسبليسمنت تايتريشن اللي هي تفاعلات الاحلال او المعايره الاحلاليه. عندي الباي فيزيك تايتريشن اللي هو الوسطين، بستخدم وسطين في التايتريشن. عندي بقى ده اللي هنشرحه المحاضره دي لحد هنا ان شاء الله، المحاضره الثانيه هناخد في الريزيدوال او الباك تايتريشن، وناخد شويه اندايركت تايتريشن. احنا على حسب برضو المحاضره دي يعني لو طولنا شويه في الشرح ممكن اقسمها على ايه، على بارتين يعني على حسب الايه، الظروف يعني. هنبدا باول حاجه الدايركت تايتريشن ميثود، نفهم مع بعض الاول كده يعني ايه دايركت تايتريشن ميثود. دايركت زي اللي انت اشتغلتها في المعمل، بجيب 10 مللي من السامبل مثلا واحطها في بيكر، واحط معاها كميه معينه من الكاشف، بس طبعا كميه الكاشف يعني ما تبقاش كتيره يعني، عشان ده برضه حاجه ليه كنت يعني عشان شده اللون والليله دي، واقوم حاطط في السحاحه بتاعتي التايترنت واعمل تايتريشن كده، انا بفاعل السامبل مع التايترنت. الاند بوينت اللي طالعه دي خاصه بالجزء المتفاعل من السامبل مع التايترنت، يبقى انا كده ده تفاعل مباشر. هل انا لفيت حوالين نفسي؟ هل انا جبت ماده تانية اتفاعلت مع التايترنت؟ لا، انا جبت السامبل اتفاعلت مع التايترنت ادتني اند بوينت، عوضت بالاند بوينت طلعت التركيز مباشره. يعني الاند بوينت اللي هتطلع لي وانا بعمل تايتريشن هعوض بيها مباشره في القانون بتاع التركيز. مفهوم يا دكاتره؟ دي فكره الدايركت تايتريشن. عندي بقى وان انديكيتور تايتريشن وايه دبل انديكيتور تايتريشن، يعني في تايتريشنز
ممكن استخدم انديكيتور واحد، يعني احط شويه انديكيتور كده في البيكر بتاعي واكمل تايتريشن. وفي بقى تايتريشنز ممكن ان انا استخدم تو انديكيتورز. ايه ده؟ في نفس البيكر؟ ايوه في نفس البيكر. ازاي؟ هفهمك، ما تستعجلش. طيب اول هناخد بقى هنا 5 انواع، وكلهم ان شاء الله دول سهلين، يعني اللي في الاول دول احنا بن ايه دول مسح زوار بس كده، اللي باقي بس هو اللي محتاج تركيز. عندي فري ان اورجانيك مونو بيزك اسيد، السترونج بيزس، الويك ان اورجانيك اسيد، الاسيد سولت، الويك بيزس. نبدا كده بالراحه. الفري ان اورجانيك مونو بيزك اسيد، فري سيبك منها، ان اورجانيك، ان اورجانيك يعني غير عضوي، يعني زي الاتش سي ال، الاتش ان او 3، الاتش بي ار، ماشي. مونو بيزك يعني احادي الهيدروجين، احادي الهيدروجين. يبقى انا عندي ان اورجانيك اسيد، حمض غير عضوي، زي ايه يا دكتور؟ زي الاتش سي ال، زي الاتش بي ار، زي الاتش ان او 3، دول كلهم ايه يا دكاتره؟ سترونج اسيد. وبالتالي زي ما خدنا في التايتريشن كيرف، هجيب السترونج اسيد دون واعمل له دايركت تايتريشن. اعمل له ايه؟ دايركت تايتريشن باستخدام اي قاعده قويه. واحد يقول لي هستخدم ان اتش 4 او اتش، يعني مش هتكلم، ده كده مش هتكلم، احنا كده بنهزر. انا لسه قايل لك انا لازم اكون حاطط في دماغي ان التايتر انت لازم يكون سترونج، وبالتالي بستخدم الصوديوم هيدروكسيد. بستخدم ايه؟ الصوديوم هيدروكسيد يوزنج اني انديكيتور. ليه بستخدم اني انديكيتور يا دكتور؟ فاكرين الانفليكشن؟ فاكرين الجزء الرأسي من الكيرف كان كبير، وبالتالي كل الانديكيتورز او معظم الانديكيتورز كانت بتقع في المنطقه الايه؟ الرأسيه من الكيرف، لان عندي هنا الايكوفلنس ويت بيكون عند البي اتش 7، وبالتالي ممكن استخدم اي انديكيتور. حلو؟ طيب يبقى انا كده عندي اول ابلكيشن اللي هو الفري ان اورجانيك مونوبيزك اسيدز، عندك الاتش سي ال، الاتش بي ار، الاتش ان او 3، اي حاجه من الحاجات دي كلها بعملها تايتريشن بايه؟ ستاندرد الكالاي. طيب نكمل يا دكاتره. انا خدت السترونج اسيدز او الفري ان اورجانيك مونوبيزك اسيدز، لا اخد بقى البيزس العكس. عندي سترونج بيز زي الصوديوم هيدروكسيد، اقدر اعمل لها تايتريشن باستخدام ايه؟ باستخدام اي سترونج اسيد زي الاتش سي ال، وطبعا برضو هنا هستخدم اي انديكيتور. هستخدم ايه؟ اي انديكيتور، لان برضو الانفليكشن رانج بتاعي كبير. طيب افرق بين النوعين ازاي؟ يلا انت اللي هتقول، انا مش قايل. يعني احنا كنا بنقول بنفرق بين النوعين ازاي في المحاضرة اللي فاتت. طيب كده خلصت انا الان اورجانيك اسيد. طيب لو انا عندي بقى فري اورجانيك مونو بيزك اور ويك ان اورجانيك اسيدز، بالراحه بالراحه، اورجانيك مونو بيزك اسيد يعني حمض عضوي احادي الهيدروجين زي الاسيتيك اسيد، او ويك ان اورجانيك اسيد يعني حمض غير عضوي بس ضعيف، اللي فاتوا كانوا اقوياء فما عملوليش مشكله، لكن الضعيف هو اللي هيعمل لي مشكله. طب ناخد مثال كده، عندي الاسيتيك اسيد ده اورجانيك اسيد، عندي الفورميك اسيد، الكلورو اسيتيك اسيد، الماليك اسيد، النيكوتينيك اسيد، السلفانيليك اسيد، كل دول ويك اسيدز، ماشي. فانا هنا بعمل لهم ايه؟ بعمل لهم تايتريشن باستخدام اي سترونج بيز زي صوديوم هيدروكسيد، يعني اي ايه، اي سترونج بيز زي صوديوم هيدروكسيد. بس ركز بقى معايا، انا قلت لك السترونج مع السترونج ما بيعمليش مشاكل، السترونج مع السترونج ما بيعمليش مشاكل، لكن الويك مع السترونج هو اللي بيعمل لي مشاكل، الويك هو اللي بيعمل لي مشاكل. هنا الاند بوينت هتوقع ان هي تكون اكبر من 7 ولا اقل من 7؟ ها نفتكر التيتريشن كيرف، هتبقى اكبر من 7. ليه يا دكتور؟ لان انا عندي ويك اسيد وبنزل عليه بسترونج بيز، وبالتالي السترونج بيز هيرفع البي اتش، هيرفع 7 اب، 7 اب اللي قلتها لك المره اللي فاتت، 7 اب ارفع. حلو، وبالتالي هلاقي البي اتش عند اكبر من 7. حلو، وفي الحاله دي انا في ريستريكشن. يعني ايه ريستريكشن؟ يعني انا متحجم بكاشف واحد هو اللي هستخدمه بس. ايه الكاشف اللي هستخدمه ده؟ هو الفينول فيسالين انديكيتور. ليه يا دكتور؟ لان الرينج بتاعه في البيزك رينج، انا هنا الاند بوينت بتاعتي اكبر من 7، وبالتالي الفينول فيسالين هو اللي مستخدم. حاجه بقى عشان ما تتعبنيش في المحاضره دي، عشان الانديكيتورز في المحاضره دي كتير، لما يكون التايترانت بتاعي بيز زي صوديوم هيدروكسيد، دايما يجي في دماغك الكاشف اللي الرينج بتاعه بيزك،
لان التايترنت طالما بيزك الاند بوينت مليون في المية او 99.9% هتبقى في البيزك رينج. طب مين الانديكيتور اللي ليه بيزك رينج او اللي بيقع في المنطقة القلوية؟ هو الفينولفثالين، كان الرينج بتاعه تقريبا من 8 ل 10 صح على ما اتذكر يعني. وبالتالي لما يكون التايترنت بتاعك بيز يبقى في الحالة دي هستخدم فينولفثالين انديكيتور وما تطلعش من دماغك، يستحسن ماشي لما يكون طبعا عندي ويك، لازم ان أنا لازم مفيش حاجه اسمها يستحسن، لازم ان انا استخدم فينولفثالين. طب لو عندي ويك بيز والتايترنت بتاعي اسيد، التايترنت بتاعي اسيد زي الاتش سي ال هيخلي الوسط بتاعي عند الاند بوينت اقل من 7، اقل من 7، وبالتالي هلاقي ان انا كده هستخدم كاشف يقع في المنطقه الحامضيه او المنطقه الحمضيه. هي زي مين يا دكتور؟ زي المثال الاورنج، ما تطلعش من دماغك. بيزك يبقى فين الفسالين، اسيدك يبقى ميثايل اورنج. تمام، انا بعتمد على ايه؟ على التايترن. بعتمد على ايه يا دكتور؟ على التايترن. طيب دي ما كانش فيها مشكله اللي هي الفري اورجانيك اسيد. انا الاورجانيك اسيد دول هو اللي ده اللي بتكلم عليهم دلوقتي. بيقول لك بقى شويه احماض كده رخمه زي البنزويك اسيد والسلسلك اسيد، مالهم دول يا دكتور؟ قال لك دول ما بيدوبوش في الميه. طيب هو انا ينفع اجيب ماده ما بتدوبش في الميه واعمل لها اكوا ستايتريشن؟ لا لا ما ينفعش، لازم الماده بتاعتي تكون دايبه في الميه عشان اقدر اعمل لها تايتريشن. ما هو كلمه ان هي دايبه في الميه يا دكتور معناها ايونايزيشن، تأين، وتأين انا بعتمد في التايتريشن بتاعي اصلا على التأين. ينفع اجيب ماده اصلا ما بتدوبش في الميه يعني ما بتأينش يعني ما فيش اصلا ايونات وهنزل عليها التايترنت؟ يبقى انت كده تعمل تايتريشن للميه اللي هي موجوده فري لوحدها ما دوبتش حاجه. حلو، طيب ايه الحل؟ قال لك الحل ان انا اجيب مذيب عضوي بس بيمتزج بالميه اللي هو زي الايه؟ زي الايثانول. ادوبهم فيها يعني مثلا اجيب الماده بتاعتي البنزويك اسيد دي وادوبها في الايثانول في شويه ايثانول واقوم حاططهم في ميه، هلاقي الدنيا كلها بقت سليوشن. واحد يقول لي كده والايثانول مش هيتدخل في التفاعل؟ لا، هو ده انرت. يعني ايه انرت؟ يعني خامل، يعني ملوش لازمه، مجرد ان هو بيدوب الايه؟ بيدوب الماده بتاعتي وخلاص. حلو، او هو ضعيف، او هو ضعيف فمش هيأثر على التايتريشن بتاعي زي الميه يعني. حلو، مش الميه ضعيفه؟ ايوه هي مش هتأثر على التفاعل بتاعي. يبقى دي كانت الاورجانيك مونو بيزك. ركز، اورجانيك مونو بيزك انا بتكلم على احاد الهيدروجين. اسيتك اسيد رمزه ايه يا دكاتره؟ CH3COOH، او كان اختصار خدناه اللي هو ال HAC. حلو، نيجي بقى للويك ان اورجانيك اسيدز. الويك ان اورجانيك اسيدز زي ايه بقى؟ زي البوريك اسيد. البوريك اسيد ده من ضمن الاحماض الضعيفه جدا 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 جدا، بلاقي الكي اي بتاعته تقريبا 10 اس ماينس 10، تقريبا 10 اس ماينس 10. سيبك من كلمه كي اي دي، سيبك من كي اي، انا هحدد الحمض بتاعي قوي ولا ضعيف، قوي ولا ضعيف على حسب البي كي اي بتاعته. على حسب ايه؟ ركز برضو في الحاجات دي اللي بقولها لك دي حاجات اساسيات تحليليه، اساسيات هتمشي عليها. بص يعني هتفضل فاكر كده ده دكتور حسام قال والله ده انا بحدد الاسيديتي والبيزستي على حسب البي كي. البي كي اي بقى في حاله الاسيد والبي كي بي في حاله البيز. البي كي اي، البي كي اي لو في حاله الاسيد لو اكبر من 7 او 8، 7 او 8 بس، ما في معظم التكست بوك ومعظم الكتب اللي بتشرح اناليتيكال كيمستري على النت يعني وكده بتقول 7 زيها زي البي اتش يعني. لو اكبر من 7، لو اكبر من 7 البي كي اي يبقى الحمض ده ضعيف خالص، ضعيف ضعيف ضعيف. ويا سلام بقى لو معدي ال 10 او ال 12 والكلام ده كله، يبقى انت كده بتتكلم في حاجه ميته، حاجه ملهاش لازمه. يبقى هنا بحدد الاسيديتي او الاسيديتي، انا هتكلم على الاسيديتي دلوقتي، على حسب البي كي اي. هنا في حاله البوريك اسيد البي كي اي بتاعته تقريبا 10، انا قلت لك طالما اكبر من 7 يبقى هو ضعيف خالص خالص خالص. وبالتالي طالما ضعيف تأين، ضعيف مفيش تأين. طب انا بعتمد في التايتريشن على التأين يا دكتور ان يكون في هيدروجينه بتخرج من الايه؟ من المركب بتاعي، هي اللي بعملها تايتريشن. ايه ده؟ مش فاهم. يعني انا عندي الاتش سي ال، خرج الاتش بتاعته، ما هو الاتش بتاعته اللي بتخرج دي هي اللي بتنزل ال ان او اتش من فوق بالهيدروكسيل ايل كونسنتريشن، بتتفاعل معاها
وايه، وكل ما تتفاعل كل ما تتفاعل كل ما ايه ما يحصل تعادل، وكل ما الاتش سي ال خلاص خلص يديني الاند بوينت. يبقى كل ما كان المركب بتاعي بيخرج الاتش بتاعته بسهوله كل ما التيتريشن يبقى اسهل. طيب واحد زي البوريك اسيد ده رخم رخم جلده ماسك في الاتش بتاعته مش عايز يسيبها، طب التيتريشن بقى نظامه مش هينفع. طيب بيقول لك it is too weak acid to directly titrated quantitatively in aqueous solution using sodium hydroxide. يبقى كده بص، عشان السؤال دايما هيجي لك في الامتحان، البوريك اسيد اقدر اعمله دايركت تيتريشن في الصوره بتاعته دي؟ لا لا خالصه. مش هتقول لي ممكن او مش ممكن، لا لو بوريك اسيد لوحده ومعاه انديكيتور وحطيت عليه ان حطيت عليه ان او اتش مفيش تايتريشن هيتم. تمام. طيب امال التايتريشن هيتم ازاي؟ انا عندي البوريك اسيد ده يا دكاتره رمزه اتش 3 بي او 3. ركز بقى كده معايا وافهم عشان برضه ناس بعت لي السؤال ده. انا بتكلم على الايه الويك ان اورجانيك اسيدز، ويك ان اورجانيك اسيد او ويك ان اورجانيك مونوبيزيك اسيد. هو ايه ده يا دكتور؟ ده البوريك اسيد زي الفوسفوريك اسيد اللي هو H3PO4 وده H3PO3. لا ال H3PO3 ده اهو في اتش واحده بس هي اللي بتخرج، هي اللي ممكن تخرج من الايه من المركب. طالما في اتش واحده اللي بتخرج يبقى ده مونوبيزيك، في اتنين اتش بيخرجوا او يحصل لهم ايونيزيشن يبقى ده دايبيزيك، في تلاته يبقى تراي بيزيك، وهكذا. مش معنى ان المركب فيه 20 اتش يبقى ال 20 اتش هيخرجوا، لا انا بشوف المور اسيدك اتش وهي اللي هتخرج. تمام. طيب انا عندي بقى البوريك اسيد وعايز اعمله تايتريشن، هو راجل جلده ومنال بنيله. طيب انا اعمله تايتريشن دايركت؟ قال لك لا، قال لك انا هقوم حاطط عليه بولي هيدروكسي كومباوند. ركز، اورجانيك بولي هيدروكسي كومباوند، مركب عضوي عديد الهيدروكسيد. بص كده ادي او اتش وادي او اتش وادي او اتش، زي النيوترال جليسرول او الجليسرول عامه، ده اسمه جليسرول. لا جليسرول الكحول، الكحول معروف ان هو في او اتش، ده بولي هيدروكس بقى يعني فيه 3 او اتش. ايه اللي هيحصل بقى يا دكاتره؟ قال لك البوريك اسيد مع الجليسرول ده بيكون حاجه اسمها جليسرو بوريت. مش عليك الاستراكشر، مش عليك الاستراكشر، الجليسرو بوريت ده هو بقى بص كده عليه اتش بقت مور اسيدك. يعني ايه اسيدك؟ يعني سهل جدا تسيب البوريك اسيد، يعني انا خليت البوريك اسيد البخيل بقى راجل سخي، بقى راجل ما شاء الله بيسيب الاتش بتاعته بسهوله. حلو، يبقى هنا حولته لجليسرو بوريت، ده سترونج اسيد، زي يعتبر زي الايه زي الاتش سي ال كده، وبالتالي هيسيب الاتش بتاعته بسهوله. يبقى انا كده لو عينت الجليسرو بوريت ده اهو يبقى كاني عينت ايه البوريك اسيد. ازاي يا دكتور؟ بص بقى عشان برضو نحط اساسيات لينا، المتفاعلات ده هما المتفاعلات ده هما لو انا عينت مثلا البوريك اسيد، انا عايز اعين مثلا البوريك اسيد صح، النواتج مثلا اللي موجوده دي من خلالها اقدر اعين البوريك اسيد. تاني انا عندي البوريك اسيد في المتفاعلات، لو النواتج فيهم حاجه اقدر اعينها، يعني لو البوريك اسيد ما بيتعينش مش عارف اعينه مباشر، لو النواتج بقى مثلا هنا اتش سي ال مثلا هنا ان او اتش مثلا، لو عينت الاتش سي ال اقدر كاني عينت البوريك اسيد. منين؟ ازاي يا عم الحاج وانا بتكلم ده كله في عدد مولات؟ مش احنا شرحنا عدد المولات المره اللي فاتت؟ ما هو بص لعدد المولات، من خلال عدد المولات اقدر اجيب التركيز، اقدر اجيب الايه التركيز. صح يا دكتور. طيب يبقى انا كده من خلال الجليسرو بوريت ده اهو، عشان الحته دي برضو هتفيدنا قدام، يبقى انا من خلال الجليسرو بوريت اللي في النواتج اقدر اعين البوريك اسيد. يبقى انا هنا هعين الجليسرو بوريت عن طريق دايركت تايتريشن والصوديوم هيدروكسيد. طيب الانديكيتور المستخدم صوديوم هيدروكسيد، ها في التايترانت سحاحه، يبقى هستخدم وانت مغمض فينولفثالين، وانت مغمض ايه فينولفثالين. ليه يا دكتور؟ عشان ده ويك اسيد يا دكتور، اللي في الاول ده ويك اسيد، وبالتالي انا هقدر اقول ان البي اتش بتاع التفاعل بتاعي هتكون في البيزك رينج، يعني اكبر من 7، فاستخدم لها فينول فيسالين انديكيتور. يبقى هنا الحته دي انا عايزك تركز ان في حاجتين، ان البوريك اسيد حمضه ضعيف ما اقدرش اعمل له دايركت تايتريشن نوت تايتريتد. طب هعمله تايتريشن امتى؟ بيسال دايما في النقطه دي، لما اضيف له ان جليسرول،
لما اضيف له بولي هيدروكسي كومباوند، يبقى يقول لك، ممكن يقول لك بوريك اسيد كان بي دايركتلي تايتريتد افتر ذا اديشن اوف جليسترول. صح، ما جابش سيره الجليسترول تبقى غلط. فهمت اللعب بيبقى ازاي في الحتت دي؟ ماشي. الانديكيتور المستخدم ايه هنا؟ الفينول فيسالين، عشان برضو ما ايه ما تتعبش. فينول فيها بي فور بين، مع البوريك فيها بي برضو فور بوك، مشيهم الاثنين بي عشان خاطر يعني، يبقى عشان تعرف تحفظها بورك يبقى فين الفسالين. تمام. طيب احنا كده خلصنا رقم 3 اللي هو كان الويك ان اورجانيك اسيدز، او اللي هو الاورجانيك اسيد مونو بيزك زي الاسيتيك اسيد والفورميك اسيد والسلفانيليك اسيد والحاجات دي كلها. طيب نشوف بقى رقم 4 اللي هي الاسيد سولت. يعني ايه اسيد سولت؟ يعني ملح من املاح الاسيد، ملح من املاح الاسيد. اشهر مثال هناخده هو البوتاسيوم اسيد تارتاريت. طبعا برضه الاستراكشر مش حفظ، افهم بقى معايا. البوتاسيوم اسيد تارتاريت، بص كده، ده لو شلت منه بوتاسيوم، لو شلت منه بوتاسيوم كده يبقى اسمه تارتاريك اسيد. لو حطيت البوتاسيوم يبقى ده سولت من التارتاريك اسيد من البوتاسيوم، يعني بوتاسيوم سولت اوف تارتاريك اسيد، بقول عليه بوتاسيوم اسيد تارتاريت او بوتاسيوم تارتاريت. حلو. ده بيبقى بقى فيه ايه يا دكتور؟ ده زي الجليسروبوريت كده بالظبط، زي الجليسروبوريت اللي هو الكومبلكس اللي انا لسه شرحه لك من شويه. في 1 ريبليسابل هيدروجين، يعني في اتش اهي، اتش موجوده في المركب قدامك اهي، بتقول لك انا اسيدك. انا ايه؟ اسيدك. طب هخرج مباشر؟ ايوه هخرج مباشر. هو الماده اللي قدامك دي مش اسيد؟ لا، مش زي الاتش سي ال ولا زي البوريك اسيد ولا الليله دي كلها، ده سولت، سولت ملح، بس ملح حلو، ملح سخي، ملح فيه اتش ممكن تخرج، ملح مش بخيل. وبالتالي طالما فيه اتش تخرج بسهوله، يبقى اقدر اعمل له دايركت تايتريشن. دايركت تايتريشن باستخدام ايه؟ صوديوم هيدروكسيد. هوب 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 هوب، صوديوم هيدروكسيد اهو، يبقى الانديكيتور فينول فيسالين، بوتاسيوم بي فيها بي، فينول فيسالين فيها بي، فينول فيسالين. ممكن لازم ممكن اغلي شويه، اغلي شويه عشان البوتاسيوم اسيد تارتاريت ده يعني الذوبانيه بتاعته بتكون ضعيفه شويه في الميه، بيكون شحيح الذوبانيه في الميه، وبالتالي انا هغلي شويه المحلول وانا بعمل تايتريشن. ماشي. طب ده يا دكتور مش هيأثر على الـ على الـ على المواد بتاعتي، سواء صوديوم هيدروكسيد او مثلا البوتاسيوم اسيد تارتاريت؟ لا يا دكتور مش هيأثر عليه. طيب الحته اللي تجيلك هنا بقى في الامتحان، يقول لك ايه؟ يقول لك التايتريشن اوف بوتاسيوم اسيد تارتاريت ويز صوديوم هيدروكسيد كان بي دان يوزنج نقط انديكيتور. دايما بيجيب الحته دي في الانديكيتور، الفينول فيسالين انديكيتور. مش هتحفظ، انا اديت لك القاعده، قاعده عملتها فهمتها، طبق عليها. تمام. ده بالنسبه للاسيد سولت. طيب الويك بيزس دي مش مهمه قوي، ما بتجيش في الامتحان كتير. الويك بيزس زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت مثلا في التيتريشن كيرف، خدنا الامونيوم هيدروكسيد صح ولا لا؟ طيب انا عندي بقى حاجه اسمها الامينو فيلين، امينو فيلين، امينو فيلين وبيريدين. الامينو فيلين والبيريدين دول اقدر اعمل لهم تيتريشن عكس الاسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد كنت بعمله تيتريشن بصوديوم هيدروكسيد، لا، الامينو فيلين، الامينو فيلين او البيريدين بعمل لهم تيتريشن بايه؟ بسترونج اسيد زي الاتش سي ال. زي ايه يا دكاتره؟ ال HCl. طيب اتوقع هنا ال pH عند الاند بوينت هتكون اكبر من 7 ولا اقل من 7؟ اه، هبص للتايترنت، التايترنت ايه؟ اسيد، اللي هو ال HCl. يبقى وانت مغمض ال pH عند الاند بوينت هتكون ايه؟ اقل من 7 في الاسيد سايت. طيب بديك بقى الايه؟ الانديكيتورز اللي ممكن تستخدم. انا ممكن استخدم مثال اورنج على فكره. عندي برومو كريزول جرين، برومو كريزول جرين، البي كي انديكيتور بتاعته 4 و7. طب لو هو 4 و7 يبقى الرينج بتاعه كام؟ زود 1 نقص 1 يبقى 3 و7 و5 و7. اسيديك رينج ولا مش اسيديك رينج؟ اسيديك رينج يا دكتور. البرومو فينول بلو، برومو فينول بلو نفس الكلام برضو 4، يبقى هنا الرينج بتاعه من 3 ل 5. حلو. الويك بيزنس دي مش بتيجي في الامتحان. طيب بعد كده بقى عندك اشكال التايتريشن كيرف لكل الانواع اللي فاتت، ما تهمنيش قوي لان انا شرحتها كده كده اصلا الايه المحاضره اللي فاتت، ف
فهنبدأ بقى كده. خلصنا أول واحد في الدايركت تايتريشن اللي هو وان انديكيتور تايتريشن. هبدأ بقى في حاجة اسمها دبل انديكيتور تايتريشن. دبل يعني اثنين، يعني زوجين، يعني هستخدم تو انديكيتورز. لما يجي لك في الامتحان دايما بيجي في السؤال ده اهو دبل انديكيتور تايتريشن ده اهو شورت نوتس. شفت؟ اكتب الامتحان بتاع الميد تيرم عامة بيقول لك اكتب دبل انديكيتور تايتريشنز، يعني انا النوع ده هستخدم تو انديكيتورز في الايه، في الميكتشر، في السيم سوليوشن. واحد يقول لي لا ده انا هجيب بيكر لوحده واحط انديكيتور واجيب بيكر تاني واحط انديكيتور تاني. لا احنا كده بنهزر مع الدكاتره، احنا كده واحنا بنحل بنهزر مع الدكاتره، والصفر هيبقى ملعلع في ايه، في ورقه الاجابه. دبل انديكيتور يبقى التو انديكيتور موجودين معايا في البيكر، تمام. طيب بيقول لك لو انا عندي تو اسيدز with equal initial concentration of two acids it is possible to determine each separately if difference in ionization constant of two acids is at least 10 أس 4، يعني 10 to the power 4. طيب يعني ايه الكلام ده بقى يا باشا؟ افهم معايا برضو، هقول لك الكلام ده. بيقول لك a mixture of monobasic acid can be titrated separately using two indicators. شرط ايه؟ if difference Ka1 على Ka2 10 أس 4، 10 أس 4 دي عدلوها اعملوها BK1 وBK2، BK1 وBK2 تبقى 4. المفروض الفرق بين البيكي1 والبيكي2، او ممكن تخيل خلي الاربعة دي 10 أس 4 وخلاص، او شيلها خالص. يبقى الكي1 على الكي2 لازم تبقى كام؟ اكبر من او تساوي 10 أس 4. يعني ايه الكلام ده؟ مديك حمض زي ال HCl وحمض زي الاسيتيك اسيد اللي هو CH3COH، وجايبهم لك في ميكتشر، يعني مخلوط، مخلوطين من بعض، مخلوطين مع بعض، سوري. والاثنين موجودين في بيكر واحد سوليوشن، خدت 10 مللي منهم وحطيتهم في بيكر. اقدر اعين الاثنين مع بعض؟ قال لك ايوه اقدر اعين الاثنين مع بعض بشرط، يعني لو عندي اسيد A واسيد B اقدر اعين الاثنين مع بعض من غير اي مشاكل، من غير اي مشاكل خالص، بشرط ان ال K1 على ال K2 يعني ال ionization constant اللي هو ثابت التأين بتاع الاسيد اللي هو ال HCl على ال K2 اللي هو ثابت التأين بتاع الاسيتيك اسيد يكون اكبر من او يساوي 4 او 10 اس 4، اكبر من او يساوي 10 اس 4. يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك a mixture of monobasic acids can be titrated separately. separately شفت يعني ايه separately؟ يعني لما اجي اعينهم هنشوف دلوقتي، هتلاقي كل واحد لوحده، هتلاقي كل واحد لوحده. طيب using two indicators if هنا الشرط اهو difference between K1 and K2. كلمة difference دي يعني معناها ان هو K1 على K2، حلو، او يعني اعرفها كده ان هي K1 على K2 عشان بس ما تتلخبطش، بس كلمة difference معناها الفرق، حلو. لازم يكون at least 10 أس 4، يعني أكبر من أو يساوي 10 أس 4، دايما بتيجي في الامتحان. يبقى الشرط بتاعي إن ال K1 على ال K2 يكون 10 أس 4، أو ال BK1 او البي، فرق البي كي بين الاثنين، فرق البي كي بين الاثنين بين التو اسيدز يكون كام؟ 4. لان انا لما بجيب البي بي كي بقول سالب لوج، بقول سالب لوج، حلو. طيب افهم بقى كده معايا، انا عندي اتش سي ال و اتش اي سي اسيتيك اسيد و هيدروكلوريك اسيد. قال لك ال HCl ال BK او ال KA بتاعته 10 اس 6، اما ال HAC ال HAC ال KA بتاعته تقريبا 10 اس ماينس 5. وبالتالي لو قسمتهم على بعض 10 اس 6 على 10 اس ماينس 5 يطلع لك 10 اس 11، وبالتالي ال KA اكبر من كام يا دكتور؟ اكبر من 10 اس 4، وفي الحالة دي اقدر اعين كل واحد لوحده. طيب ليه بقى؟ ليه اقدر اعين كل واحد لوحده؟
هو مش الاثنين اسيدز؟ ايوه. وانا بنزل بان او اتش؟ ايوه. طيب امال ليه بقى لواحد هيتعين والتاني مش هيتعين؟ ما هو انا لازم اخلي الفرق 10 اس 4 عشان اخلي واحد قوي وواحد ضعيف. ما ينفعش الاثنين يكونوا اقوياء واقول لك ده هيتعين الاول وده هيتعين بعد. لا، انا بقول لك ده هيتعين الاول لانه قوي اللي هو الاتش سي ال، ولما يخلص خالص، لما يخلص خالص من العينه يبدا الاتش اي سي او الاسيتيك اسيد يتعين لانه ضعيف. طب ايه السبب برضه؟ ايه السبب؟ بص كده للمعادله، عندك الاسيتيك اسيد اهي يديني اتش موجب واسيتيت. الاتش سي ال طبعا قوي جدا جدا جدا، اول ما بتحطه في المحلول اصلا بيتقين لاتش موجب وسي ال سالب. هو ايه ده يا دكتور؟ اتش موجب واتش موجب، كومون ايون، كومون ايون افكت، تاثير الايون المشترك. تاثير الايون المشترك قلت لك بيأثر على السترونج؟ لا، ده هو السترونج ده راجل قوي، ما يفرقش معاه حاجه، اعمل له اللي انت عايز تعمله، هو راجل قوي، هو اتقين خلاص. لكن الاسيتيك اسيد لا، ده ضعيف يا عيني، اي حاجه صغيره ممكن تأثر عليه، وبالتالي الكومون ايون ده هيوقف الايونايزيشن خالص بتاع الاسيتيك اسيد. يعني ايه يا دكتور؟ يعني طول ما الاتش سي ال متأين موجود في التايتريشن، الاسيتيك اسيد عمره ما هيتعين، عمره ما هيتعين، يعني الاثنين موجودين مع بعض والاسيتيك اسيد مش عارف ياخد ولا واحده ان او اتش، اه مش هيعرف. ليه يا دكتور؟ لانه مش هيتأين. ما انا قلت لك اساس التايتريشن تأين، خرج اتش موجب من الماده بتاعتي اتأينت، اقدر افعلها مع الايه؟ مع الهيدروكسيد بتاع القاعده. وبالتالي اول حاجه، اول خطوه خالص لما اقوم جايب الاتش سي ال والاسيتيك اسيد واحط معاهم انديكيتور، حلو، قال لك اول اند بوينت هتكون خاصه بايه؟ بالاتش سي ال. بعد كده تاني اند بوينت هتكون خاصه بالايه؟ بالاسيتيك اسيد. ليه يا دكتور؟ لان الاتش سي ال هو القوي، فهيمنع التأين بتاع الحاجه الضعيفه لحد ما يخلص، ما يبقاش موجود خالص الحاجه اللي كانت بتمنع التأين دي، يبدأ بقى الضعيف يا عيني يشتغل بقى. يبقى اهو ذا هيدروجين ايون، لما يجي يقول لك في الامتحان اكتب لي ميكتشر اوف اتش سي ال واتش اي سي، اول كلمه تقولها له ات از ا تايب، نوع اوف دبل انديكيتور تايتريشن. اعرفك هو يعني ايه دبل انديكيتور دلوقتي برضه. ذا هيدروجين ايون، وتكتب له المعادلات طبعا. ذا هيدروجين ايون اوف اتش سي ال سبريس، يوقف ذا ايونايزيشن اوف اتش اي سي باي كومون ايون افكت، سو ان او اتش ادت نوترلايز اتش سي ال فيرست. يعني مش هتلاقي حاجه قدامها غير اتش سي ال، يعني كان الاتش اي سي او الاسيتيك اسيد مش موجود. وين ذيس رياكشن از كومبليت، يعني اول ما التفاعل الاولاني ده يخلص كل الاتش سي ال خالص، يديني الاند بوينت الاولاني. بي اتش رايز that of the other weaker acid solution then titrated. سيبك من pH rise ازاي، لا هتقول له لما الرياكشن يكون كومبليت كده ال HCl ما بقاش موجود في التفاعل بتاعي والاسيتيك اسيد اقدر اعمله تايتريشن. طيب امال هو يعني ايه دبل انديكيتور يا دكتور؟ طب ما انت ما جبتليش اي فكره عن الدبل انديكيتور. قال لك اول تفاعل اللي هو ال HCl وال H الموجب مع الصوديوم هيدروكسيد، بحط له ها بحط له ميثايل اورنج انديكيتور. ايوه، بحط له ميثايل اورنج اهو. يبقى اول اند بوينت بتاع الاتش سي ال بستخدم ميثايل اورنج انديكيتور. يبقى انا بجيب السامبل بحط عليها ميثايل اورنج واعمل تايتريشن صوديوم هيدروكسيد، الاند بوينت الاولاني يطلع لي اتش سي ال على نفس العينه. واحد يقول لي لا، طب ما انا هجيب عينه جديده، هجيب 10 مللي سامبل جداد واحط عليهم فينوفيسالين واشتغل بقى التايتريشن. صباح الفل، ما الاتش سي ال برضه هيتعين يا دكتور. طب انا حاطط فينيلفسالين، طب ما هو الفينيلفسالين برضه بيعاني اتش سي ال عادي جدا، تشغيل دماغ؟ لا، يعني افهم افهم افهم، ماشي، ما تهبطش ما تهبطش. انا بقول لك على نفس العينه. ليه على نفس العينه؟ انا لسه بقول لك في نفس البيكر، دبل انديكيتور تايتريشن في نفس البيكر، هقوم حاطط فينيلفسالين. اشمعنى فينيلفسالين؟ ما احط مثال اورنج برضه، يعني برضه تشغيل دماغ. هبط، انا عندي الموجود العينه دلوقتي فيها ايه بعد ما عملت تايتريشن؟ فيها صوديوم كلورايد ناتج من تحويل الاتش سي ال والان او اتش لصوديوم كلورايد اللي هو الملح، مش هيعمل حاجه. وفيها اسيتيك اسيد اللي انا عايز اعينه، الاسيتيك اسيد ده ايه؟ حمض ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. وبالتالي لازم استخدم فينولفثالين، لازم استخدم فينولفثالين. بعمل تايتريشن بستاندرد صوديوم هيدروكسيد، يبقى الاند بوينت الثانيه اسيتيك اسيد. يبقى لو بصيت، لازم ترسم الكيرف ده لو جالك في الامتحان شورت نوتس،
بترسم الاول بالتفاعل بتاعي اللي هو الايه ال HCL، ويديني اول اند بوينت تقوم عامل له عليها كده عند ال 25 كده مثلا HCL، عشان تبان للدكتور انت فاهم. وبرده الانفليكشن الثاني تقوم معلم عليه، وده هيبقى خاص بايه؟ بال الماده الثانيه بتاعتي اللي هو الاسيتيك اسيد. يبقى ده مثال على الدبل انديكيتور تايتريشن، مفهوم؟ وعرفنا ان لازم يكون الفرق، او لما اقسم K1 على K2 يساوي او اكبر من 10 اس 4. طيب ما تيجي نعملها على حسب البي كي اي كده عشان برضو ما نتلخبطش. انا عندي ال HCL مثلا ب 10 اس 6، هجيب البي كي اي بتاعته تبقى كام؟ سالب 6، ماشي. والاسيتيك اسيد ب 10 اس ماينس 5، 10 اس ماينس كام؟ ماينس 5. عشان بس ما تتلخبطوش يا دكاترة، مشيها بس اللي هي الكي 1 على الكي 2 لازم يكون اكبر من 10 اس 4، عشان بس ما تتلخبطش. ولما يقول لك بي كي يبقى 4، لما يقول لك بي كي تبقى 4، بس هو ما بيجيبش حوار البي كي ده، بيجيب اللي هي الكي 1 على الكي 2 وخلاص، تمام. يبقى ده كان مثال على الدبل انديكيتور تايتريشن اهو، مثال عليه ال HCL مع ال HAC. طيب نكمل بقى كده مع بعض. ده في حالة إن أنا عندي ميكتشر من تو أسيدز مع بعض. ميكتشرز من تو أسيدز مع بعض. طيب هو أنا لو عندي أسيد واحد، أسيد واحد بس هيشتغل كأنه ميكتشر، إزاي؟ هو يعني إيه ميكتشر من تو أسيدز مع بعض؟ يعني واحد فيه اتش وواحد فيه اتش. طيب ما أنا ممكن أجيب أسيد فيه 2 اتش زي الاتش 2 اس 4. صح ولا مش صح؟ أيوه صح. يعني أنا ممكن أسيد واحد يطلع لي كيرف فيه 2 انفليكشن؟ أيوه. بس لازم الفرق بين ال 2 اتشز او ال 2 كي اي او ال 2 كي لازم يكون كام؟ اما اقسم كي 1 على كي 2 تطلع كام يا دكتور؟ 10 اس 4. يبقى المفروض ذا اسيد كان بي تايتريتد ستيب وايز. يعني ايه ستيب وايز؟ يعني على خطوات، على خطوات. اف ذا ريشيو كي 1 على كي 2 اتليست او جريتر ذان 10 اس 4. طيب لو ما كانتش 10 اس 4، يعني كانت اقل من 10 اس 4، يبقى 1 شارب انفليكشن هيظهر واحد، يعني هيطلع بس كيرف عادي زي ما كنا خدنا في الايه؟ في التيتريشن كيرف. يبقى تاني عشان اخلي الماده بتاعتي اعمل لها تيتريشن ب 2 انفليكشن، يعني يظهر 2 انفليكشن، لازم الكي 1 بتاع اول خطوه على الكي 2 بتاع تاني خطوه تكون ها اكبر من او تساوي 10 اس 4. طيب عندك الامثله هي ان ال H2 اس 4 ال K1 ال K1 ب 1 وال K2 ب 10 اس ماينس 2، وبالتالي لو قسمتهم الاثنين على بعض هتطلع تقريبا، يعني مش مفيش اصلا مفيش هنا كده خالص، استحاله ان هو يتم على اي خطوتين، لان الاول خطوه دي ما شاء الله يعني التقايم بتاعها كامل 100% كامل. فال NO H هينزل هياخد ده اهي ال H الموجب ده، يعني ويقول لك انت رايح فين دي، انت اصلا كده كده ايه مالكيش لازمه، فاهمني؟ طيب الكربونيك اسيد، الكربونيك اسيد 10 اس ماينس 7 هقسمها على 10 اس ماينس 11 تطلع تقريبا 10 اس 4. بس هنا بقى في مشكله. بص هنا، هنا الفرق ما بينهم 10 اس 4 حلو، بس ركز بقى كده، انا بقول لك كل اتش هتتحل لوحدها، صح ولا لا؟ يعني المفروض الاتش الموجب الاولانيه دي يديني اند بوينت، والاتش الموجب الثانيه دي تديني اند بوينت. طيب هو الاتش الموجب الثانيه دي ايه نظامها في التفاعل ده؟ بص كده على الكي 2 كام؟ 10 اس ماينس 11، يعني الحمض ده اهو ضعيف جدا جدا جدا، اضعف من البوريك اسيد. طب وطالما اضعف من البوريك اسيد اللي احنا لسه شارحينه من شويه، يبقى مش هيخرج الاتش بتاعته اصلا، مش هيخرج الايه؟ الاتش بتاعته. وبالتالي الكربونيك اسيد كانه هيتحلل على خطوه واحده اللي هي الخطوه الاولى، وهي دي اللي هتتعين، وهيظهر لي انفليكشن واحد بس. حلو؟ يبقى لما يسالك في الامتحان يقول لك ها ركز، كربونيك اسيد تايتريتد ستيب وايز غلط، كربونيك اسيد تايتريشن جيف تو انفليكشن غلط. ممكن يقول لك جيف ريزون كربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3 كان بي تايتريتد ان نون ستيب وايز تايتريشن، جيف ريزون، اديني ايه؟ اديني السبب. هتقول له لان الكي واحد
على الكي 2 بتساوي 10 اس 4، بط ركز بقى، كي 2 از تو سمول، يعني كام؟ 10 اس ماينس 11. انا قلت لك بتحسب الاسيديتي والبيزستي على حسب البي كي، البي كي هنا كام؟ 11، اكبر من 7، وبالتالي الحمض بتاعي ضعيف. هتقول لي لان الكي 2 ضعيفه جدا 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 او صغيره جدا جدا جدا، وبالتالي الاسيد مش هيتاين، يبقى الخطوه الاولى هي اللي هتديني تاين بس، الخطوه الثانيه مش هتتاين. مفهوم يا دكاتره؟ تمام. طيب انا مدي لك اهون اللي هو ال اف كي 1 على الكي 2 اكبر من 10 اس 4، او الديفرنس ان بي كي اي 10 او 4. كده خلصنا الدايركت تايتريشن ميثود. انا هقف في الفيديو ده عند الحته ديت، وهنكمل بقيه المحاضره ان شاء الله في فيديو تاني. بالتوفيق ان شاء الله يا دكاتره، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.